أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
maksud dan lanjutan dari ayat tadi. Jangan dinobai. Lanjutannya. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ Soal berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Lanjutkan. Pas. Selanjutnya. Innal ladzina tawaffahumul malaa'ikatu dzalimi yang terakhir, soal yang terakhir. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً Bagaimana? Bisa dilanjutkan atau pas? Pas? Ya, khalas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih aplaus, yang meriah untuk peserta kita. Delegasi dari Pondok Pesantren Darul Muhsinin Nahdlatul Ulama Bandung atas nama Niani dengan nomor registrasi 001.